فاليوم اختلط الحابل بالنابل لدرجة أنه نسبة التشاؤم هي في الأدنى الممكن اليوم. نعم. اليوم. بس هذا لا يعني أنه سنوات التخلي اللي بدأت في نظري بعهد ميشيل عون، لأنه هو إجا مثل ملتبريكاتور دافع إلى التدهور، وفعلا واعترافه أنه رايحين على جهنم، فعلا دفعنا إلى جهنم بتحالفات بدأت قبل انتخابه، استمرت عبر مدة رئاسته، وما زالت بأشكال مختلفة عم بتجرب هيك تقدم هنا وهناك، من الدستور، من اتفاق الطائف، من وحدة اللبنانيين، إلى أمور أنا بتطلع اليوم. يوم كنا بالمجلس النيابي روان عبكرة، كنا عم نحكي عن موضوع النزوح، نزوح أو لجوء، التوصيف بالأول، وكذلك كان في مداخلات قيمة يعني من عدد من النواب، من نقيب خلف، من اللواء جميل السيد، قيم من كل الجهات، ولكن الواحد ما بده يفقد النظر إلى عمق المشكلة. في مشكلة إقليمية دولية اسمها النظام السوري، مثل ما في بأرمينيا، وأنا طرحت موضوع طلعوا بناغورني كاراباخ، شوفوا هالأرمن للمرة الألف، هالنسوان الختيارية، هالولاد الكذا، عم بياخدوا طريق النزوح أو اللجوء.